مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا وكالمعتاد وجودكم معانا هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقتنا المفضله السوشيال ميديا، نفتح الصفحه وهينزل لكم حالا على الشاشه دلوقتي بوست السوشيال ميديا. يا جماعه بوست السوشيال ميديا ده بينزل بشكل اسبوعي على ما بقول لك كل اكتر مذيعه بتعيط في الحياه، يعني ادخل بس اكتب كده بكاء الشيف ساره هتنبهر. ساره عيوطه. البوست ده يا جماعه بينزل لكم كل اسبوع، بينزل كل اسبوع على صفحتنا على الفيسبوك وهي اسمها سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام، الصفحه اللي مفتوحه قدامكم. وكمان بينزل على اكونت الانستجرام اللي هو بي ان سي ايجيبت برضه مفتوح قدامكم اهو، تقدروا تعملوا فولو طبعا للاثنين وتتابعوا البوست ده بشكل اسبوعي ونتكلم في كل حاجه محتاجين تعرفوها. البوست هو انا مش لاقيه بوست جديد. لا انا عندي 11 مارس. فين الجديد؟ لقيته خلاص يا نور، لقيته اصل في بوست كتيره بعده فما شفتوش. تمام. انها قبل طبعا ما نبدا حابين نفكركم بارقامنا، تقدروا تتصلوا بينا طول الحلقه. حلقه السوشيال ميديا بتكون مش بس سوشيال ميديا، سوشيال ميديا وتليفوناتكم طبعا بتكملها، 2600 من اي موبايل و0900 900 من اي تليفون ارضي. بتنورونا دايما بتليفوناتكم الجميله واسئلتكم الجميله. النهارده الموضوع يعني عام ومش عام، يعني احنا بصفة عامة هنتكلم النهاردة عن كل ما يخص حاجات اقتصادية، يعني ايه عايزين نوفر ازاي، عايزين خلوا اسئلتكم، حاولوا تكون اسئلتكم في الحتة دي لان حقيقي حقيقي فارقة مع الناس ومحتاجينهم. وبشكركم جدا على تعليقاتكم على حلقة امبارح، في ناس كتبت لي قالت لي ان الكبد الفراخ عندهم ب50 وفي كتبوا ب60 وفي كتبوا ب65. المناطق بتفرق يا جماعة، المنطقة اللي احنا جبنا منها الكبد كانت كيلو ب40 جنيه. ده مش معناه ان انا يعني مش بضحك عليكم، مش بقول لكم يعني ان هي ارخص وهي اغلى، لا، يعني انا واثقه مثلا لو رحت جبتها من التجمع هجيبها مثلا ب 50 60، لو رحت جبتها مثلا من الشيخ زايد من حته غاليه شويه هتبقى برده في الرينج ده، لو رحت جبتها من سوق عادي ممكن تبقى 40 50. فاختاروا الاماكن اللي بتشتروا منها وخليكم دايما عارفين ان المكان بيفرق جدا 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 في السعر النهائي للمنتج. يسر ابراهيم بتقول بقترح على حضرتك تعملي في رمضان ان شاء الله الفطار من اول المشروبات والافطار والحلويات وشكرا على كل حاجه. ده فعلا اللي بنعمله، بنحاول ان كل يوم يبقى وجبه على بعضيها كامله متكامله، حتى لو في حاجات مش هنعملها عشان عملناها بنخليها مع التقديم عشان تجي لكم فكره عامه عن الوجبه تكون ازاي، وده فعلا اللي هنشتغل عليه في رمضان. شهد الملكه تسلمي لينا يا احلى ساره، ممكن وصفات للسحور؟ احنا هنعمل حلقات للسحور ان شاء الله، حلقه واثنين وثلاثه. السحور مهم جدا، واقول لكم على سر، انا بالنسبه لي السحور اهم مليون مره من الفطار. انا بعرفش اكل قوي على الفطار واغلبيه الناس كده بتبقى معدتهم لسه قافله، ما بيبقوش قادرين ياكلوا براحتهم، لو كلوا دب ويعني هيتعبوا، فالواحد بيجي على السحور بيبقى حقيقي بقى جعان. فانا بالنسبه لي السحور اهم من الفطار مليون مره، حتى انا دايما اتسحر من اكل الفطار عشان ما باكلوش على الفطار. ايمان حسن نفس الطلب، يا ريت وصفات السحور لانه محير جدا. من عين يا ايمان. منى محمود بتعيد علينا، عايزين اكلات بسيطه العزايم شهر رمضان، معاكي جدا طبعا، يعني حلقه امبارح مثلا اهو ثلاث وصفات بسيطه كلهم هيبقوا مناسبين جدا لاي عزومه وتكلفتهم معقوله جدا. منى شوقي بتعيد علينا، وانت طيبه حبيبتي نعاد عليكي بالخير. موكا كل سنه وانت طيبه يا احلى شيف، انا بحبك جدا، بتعلم منك كل حاجه وخليتيني احب الترتيب والنظام، هل ممكن طريقه لتخزين ورق العنب لرمضان؟ اولا بشكرك جدا وسعيده ان المحتوى اللي بنقدمه بيفيدك. تخزين ورق العنب لرمضان قصدك ايه؟ ملفوف جاهز يعني على السوى ولا ني؟ لو ني ورق العنب الكيلو ب60 جنيه حقيقي، اغلى من كبد الفراخ. شفتوا ورق العنب عشان تخزنيه بتاخديه زي ما هو، يا اما تبرميه كويس قوي 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 من غير غسيل ولا اي حاجه وتلفيه بستريتش كويس قوي قوي قوي، تمنعي اي هواء من ان هو يدخله وتشيليه في الفريزر، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت تجهزي حله مليانه ليمون وملح وميه مغليه، تسقطي فيها ورق العنب ياخد سقطه بس كده وينزل على ميه متلجه مغليه متلجه، وتاخديه تصفيه من الميه وتشيليه في اكياس وتشيليه في الفريزر، كميات بسيطه بس عشان ما تطلعيش اكتر من احتياجك. ميرفت امين وانت طيبه يا حبيبتي اشكرك. منى شوقي وانت طيبه يا حبيبتي شكرا جزيلا.
اللي جاي احلى، خديجه خديجه، كلكم كل بيقولوا لنا كل سنه وانتم طيبين، وانتم طيبين يا حبايبي. كوكي كوكي عايزه وصفات برضو للسحور، كوكي محمود اسفه عايزه وصفات للسحور. حاضر، احنا قلنا هنعمل ده بالتاكيد. دينا السيد، شيف ساره يا ريت حضرتك تخصصي يوم لمرضى الحساسيات المتنوعه زي حساسيه القمح وغيره عشان الكل يستفاد، وكل سنه وحضرتك طيبه وبخير. زي ما بقول دايما على اي حد بيطلب مني وصفات ليها علاقه بحالات طبيه، هو ليس تخصصي اطلاقا، فاخاف ان انا افتي فيه لاضر حد. اللي يفتي في حاجات زي كده لازم يكون متخصص تغذيه دارس وعارف هو بيقول ايه، وعارف الحاله كمان اللي بيتعامل معاها معطياتها ايه علشان يدي النصيحه المناسبه. ومن قال لا أعلم فقد أفتى. فنتحفظ جدا جدا في الآراء، يعني احنا ما شاء الله شعب مصر بالذات، يعني احنا معطائين جدا في المعلومات لدرجة ان عادي جدا ممكن نكتب روشتة لحد، ممكن لحد نقول له لا ما تاخد كذا، مع ان ده كله غلط طبعا. لازم يكون طبيب هو اللي بيعمل ده. فأخاف. أم رامي منورة دايما، نورك يا حبيبة قلبي. منى محمد شكرا يا حبيبتي. خديجة يحيى الأوجلي بتقول لنا إن إحنا مش مخلينهم محتاجين حاجة، هي من ليبيا بتقول القناة مش مخلياهم محتاجين حاجة، عايزة بس مننا طلب بسيط إن ندعو لها بالذرية الصالحة وفي ميزان حسناتكم يا رب. ادعو لها يا رب، ربنا يرزقك يا خديجة بكل اللي نفسك فيه، لو فيه الخير ليكي يا حبيبتي، لو فيه الخير ليكي يرزقك بيه. لحن الحياة، نحبك هلبة يا شيف سارة، يبقى من ليبيا، ليبيا صح. بنسألك على نوع قلاية هوائية كذا ولا هل هي كويسة ولا لا؟ النوع اللي انت سألاني عليه أنا معرفوش خالص، ولا عمري استخدمته، فأخاف أقولك حاجة غلط. انتوا لا يمكن يكون التكييف مقفول صح؟ التكييف شغال صح؟ ناخد مدام نجاية على التليفون ودخلولي حاجة سخنة والنبي يا جماعة. يا مدام نجاية أهلا وسهلا، ازيك يا شيف عامله ايه؟ ازيك حبيبه قلبي عامله ايه؟ بصي مهما اشكرك مش هوفيكي حقك يا حبيبتي، لا شكر على واجب والله العظيم صدقيني بجد. ربنا يخليك. في طبعا ما ليش طلب ولا حاجه، بس انا كنت حضرتك عاملين اكاديميه قبل كده. مظبوط. ليه ما تكرروهاش؟ والله يعني عايزه تفرغ، يعني عايزه نسيب القناه بقى ونسيب البرامج ونقعد لها بس. جهد كبير جدا ووقت كبير جدا وعايزه طاقه رهيبه، فالموضوع صحيح. مش صعب، مش سهل قوي. فحاولنا فيه مرة واتنين اعتقد، بس حقيقي يعني هلكنا. خلاص كفاية ان احنا نشوف حضرتك يا حبيبتي، ربنا يخليك. وهو ربنا يبارك لك كل سنة وحضرتك طيبة. اشكرك يا حبيبتي وانت طيبة. وهو في الاخر محتوى البرنامج ما يفرقش طبعا كتير عن اي كورس طبخة او اكاديمية، احنا بنحاول كل البرامج تقدم لكم كل حاجة وربنا يجعله دايما بفايدة. ام عمار عمار من السودان وبيعتلنا مسج جميلة زيها، تسلميلي يا حبيبتي. مودة وفاطمة كل سنة وانت طيبة يا جميلة. وصفات للفطار يا شيف ساره. مصطفى بيطلب، ما يا مصطفى اكيد هنعمل وصفات للفطار يا مصطفى، ما هو هيبقى رمضان لازم هتبقى وصفات فطار من علينا الاثنين. وغزل خالد سعيد كل سنه وانت طيبه وبخير، 30 يوم فطار وسحور، 30 يوم بالبركه عليك يا رب. اشكرك يا حبيبتي. عمر وسجده، نيروز محمد، حبيبه الرحمن، كلهم بيعيدوا علينا كل سنه وانتم طيبين. أم نورسين وفريدة عايزة طريقة الكريب. الكريب حبيبتي كوباية ونص من الحليب، بتحط لها أربع بيضات، ممكن يبقوا اتنين لو عايزة بس أنا بفضله بأربعة. بتحط لها كوباية دقيق، رشة من الملح ورشة من الفانيليا وسكر لو هو حلو، حط لها مثلا معلقة كبيرة. بتضربي كل ده في الخلاط مع بعضه وتسيبيها ترتاح نص ساعة، وتبدأي تسويها في الطاسة اللي مدهونة بالزبدة لحد ما تستوي معاكي وتبقى لونها ذهبي جميل. أميرة عماد، بحب حضرتك جدا، بنتعلم منك حاجات كتيرة، يشرفني يا حبيبتي، ربنا يجعله بفايدة دايما. أميرة محمد بتمسي علينا مساء الفل. هدير يحيى، يا شيف سارة كل سنة وانت طيبة، لبسك وستايلك جدا وذوقك في أشكرك يا حبيبتي، ده انت اللي عينك جميلة ربنا يخليكي. ايه يا مها، كنت صباح الخير وكل سنة وانت طيبة وبخير. مها طايل، كنت عايزة من حضرتك أظبط ازاي السوى، وعايزه تفريز القرنبيط. القرنبيط بتاخديه زي ما هو، تنزليه في ميه مغليه بملح وكمون وتطلعيه في ميه متلجه، مجرد ما يبرد تشيليه في اكياس وفي الفريزر. عايزه تشيليه مجمد خالص ممكن برضو، بس انا بفضل دايما طريقه البلانشنج او السلق السريع، بتديني نتيجه افضل. اهم حاجه بس ينزل بس الميه ما يغليش ويستوي، مش عايزينه يتهري مننا.
تظبطي السوا ازاي حسب انت بتعملي ايه. ما ينفعش طبعا اقول لك على طريقه سوا او وقت سوا او درجه حراره سوا لحاجه واحده ثابته لكل الحاجات، لازم كل حاجه عفوا ليها طريقتها. ايه يا نور، مين معانا؟ معانا مدام نعمه على التليفون. يا مدام نعمه قطع يا حبيبتي، كلمينا تاني. اهلا بيكي يا مدام نعمه. جنة الرحمن، شوف سارة بنتي بتحبك قوي، اسمها كارما، مستنياكي تقولي لها كل سنة وانت طيبة يا كارما وشكرا ليكي قوي. يا كارما كل سنة وانت طيبة يا جميلة يا قمر، وبوسي ماما بقى عشان هي اللي خلتني اقول لك المسج الحلوة دي. نور الهدى، احمد ممكن اعرف ليه البسبوسة بتنشف مني ولازم احط سكر ولا اكتفي بالشربات كفاية؟ وعاوزة اعرف الكنافة بسقيها شربات بينزل لتحت وبتبقى ناشفة من فوق. واضح ان عندك مشكلة في الشربات، يعني مشكلة الشربات عاملة لك مشاكل في الحلويات. الشربات للبسبوسة بيكون خفيف، للكنافة بيكون متوسط. هل بتحطي سكر للبسبوسة ولا لا؟ بنحط شوية سكر غير الشربات. وجهزي لنا يا نور مقادير البسبوسة من فضلك، ننزلها لها على الشاشة. شكرا يا حبيبتي. آلاء محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا شيف سارة؟ ممكن حضرتك تقولي لي ازاي احفظ الشربات بكمية كبيرة رمضان؟ وممكن طريقة هي كاتبة الكبوسة، مش عارفة بقى قصدك السمبوسة ولا قصدك الكوسة، فقولي لي قصدك ايه. بالنسبة للشربات انا شايفة ان لا داعي لتخزينه بصراحة، هو حاجة سهلة قوي انها تتعمل، ده بنرميه على النار 10 دقايق بيبقى شربات. ولكن لو انت من الناس اللي عايزة تخزنيه او تجهزيه من دلوقتي، مامتي مثلا كانت بتعمل ازايز من الشربات، بتحط لها عصير ليمون علشان ما تسكرش، وبتشيلها في ازايز ازاز كده بتاعه عصير او اي حاجه وتشيلها في التلاجة، وممكن بره التلاجة كمان ما يجراش حاجه. ده لو انت عايزه تشيلي الشربات. مامت ابراهيم، انا بحبك قوي وابني عنده سنه ونص بيتفرج عليكي، بسهولي حبيبتي ربنا يخليه لك ويبارك فيه. ياسمين حسين بتعيد علينا، كل سنه وانت طيبه يا جميله. مولي خالد بتطلب مننا العصاير، يا نور صحيح فكريني اعمل حلقه العصاير. نور معايا حلقه العصاير ما تنسيش. فايز ربيع، احنا بنحبك كتير، بحبكم اكتر، اشكرك. وممكن حلقه عن الزبادي والصوصات. شكرا يا شيف ساره، حاضر من عيني هعمل لك الحلقه دي. حسن حسناء الشافعي، لو سمحت يا شيف ساره عايز اعرف نوع فرن كهربائي يكون كويس ومساحه كبيره. لازم اللي يسال على حاجه يكتب ميزانيته ايه. في فرن كهربا ب 9000 جنيه، في ب 5000 جنيه، في ب 40000 جنيه، في كل حاجة في الدنيا. قولي لي ميزانيتك إيه عشان أديكي أحسن حاجة في نطاق ميزانيتك. هدير عصام، ممكن أكلات جديدة عشان زهقنا وتسلمي على كل حاجة حلوة يا رب. بنحاول والله نجدد بقدر الإمكان، يعني إمبارح أهو عملنا 3 أصناف أفكار جديدة، بنحاول دايماً إن إحنا نقدم أفكار جديدة، وإحنا والله زيكم بنزهق برضو من طبخ الحاجات المكررة، فبنحاول دايماً نجدد من عيني الاتنين. ممكن وصفات للفطار يا شيف ساره؟ ما يا طبيعي هنعمل وصفات للفطار، كل اللي بنعمله في البرنامج ينفع للفطار. زياد سند، بنتعلم منك كتير يا شيف، شكرا ليكي وكل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا زياد والف شكر على ذوقك. حسناء برضو سالاني نفس السؤال تاني، فبرضو اكتبي لي البادجت بتاعتك او ميزانيتك. داليا جمال جامل بتقولي انا بحبك قوي يا صرصور وبنتي بتموت فيكي، ممكن تتكلمي يعني ازاي نهتم بالاطفال في رمضان من حيث الاكل والشرب، لانهم بيعملوا زينا ومش بيرضوا ياكلوا الا في الفطار والسحور. بحبك قوي. عادي على فكره، هم لو كلوا كويس بالفطار وكلوا كويس في السحور ده كفايه جدا، يعني وما بين الاثنين ياخدوا حاجه حلوه او ياخدوا سناك او ياخدوا حاجه كفايه جدا. 3 وجبات يكونوا بس الوجبات كامله ومتكامله ومتوازنه، ويبقى ده غذاء مناسب جدا جدا ليهم. ممكن اكلات للسحور، منى حسن برضو بتطلب مننا السحور، عليه اقبال تاريخي يا فندم. حاضر حاضر حاضر. هنطلع فاصل صغير ونرجع نجاوب كومنت او نبدا نكمل الاجابه على اسئلتكم. فاصل صغير ونكمل حلقتنا، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل وما زلنا بنجاوب اسئلتكم الجميله. يا رب يا رب، بتسالنا ازاي احضر محشي الكوسه والفلفل والبتنجان لرمضان؟ كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليك يا رب. عايزه تعملي كميه يعني كبيره وتشيليها، هتشيليها في الفريزر، هيبقى زي الطازه؟ لا طبعا الطازه احلى. اللي انا بنصح بيه ان انت تعملي مثلا حله المحشي قبلها بيومين ثلاثه، ممكن تقعد في الثلاجه تديها غلوه صغيره وتقعد في الثلاجه ما يجراش حاجه. عايزه تفرزيه بقى بكميه، هتعمليه عادي جدا وتديله نفس الغلوه البسيطه دي وتسيبيه يبرد خالص، بعد كده بتشيليه في الفريزر. انا ما بحبش اشيله ني خالص عشان بيجلد، وانا شخصيا مش بحب افرزه بصراحه يعني، بس رايي ان هو لازم ياخد غلوه قبل ما يتفرز.
إيمان محمد بتقول لك جهزي يا نور طريقة الزلابية. يلا يا نور هات لها طريقة الزلابية. ديما التلاوي، بحبك كتير وبتابعك يوميا من ألمانيا حبيبتي، بس ملاحظة صغيرة، مش صحي أبدا تخطيط الأكل بورق القصدير. في ورق بيجي ورق زبدة مع القصدير، صحي جدا لأنه بيجي طبقة يلي ملاصقة للأكل ورق. بص يا ستي، ورق القصدير أو ورق الألمونيوم يعني أو ورق الفويل، في طبقة هي اللي من ينفع تلامس الأكل، وفي طبقة لا، الطبقة اللامعة بتبقى من بره، الطبقة المطفية هي اللي بتبقى من جوه وينفع تلامس الأكل. ولا العكس؟ اعتقد العكس، خلونا نتاكد عشان نحس ان اتلخبط. المهم يعني ان في طبقه لملامسه الاكل وطبقه لا، الطبقه اللي هي الطبقه اللي ملامسه الاكل ما فيش فيها، اتاكدي كده يا نور ان المطفيه هي اللي من ناحيه الاكل. بالظبط، دونت سمول اس. يبقى شكلنا وحش قدام الجماهير. انا بس بتلخبط احيانا، فهشوف لك دلوقتي وهقول لك. غير كده لو انت عايزه اطمئنان اكتر فتقدري بكل بساطه تاخدي ورقه الفويل دي تحطي تحتيها ورق خبز لو انت عايزه، مفيش مشكله خالص، ممكن تعملي كده. لا ينفع، ما انا بقول لها تحط ورق زبده، وافرض انا مثلا عايزه حاجه بقى تقفل جامد فاقوم حاطه فوقها ورق الفويل عادي، مفيش مشكله طبعا. روما اللاميه بتقول لي يا صباح الالوان المبهجه يا شفساره، عايزه ده انا نفسي اوريكم الكوتش، الكوتش كمان بينك فوشيا، يعني بص اطقم اكتر من كده ايه. حبيبتي انت اللي عينك جميله، ربنا يخليكي. يا صباح الوش اللي بيلمع هو اللي يبقى ناحيه الاكل، العكس بالظبط. افتكرت بقى، انا عرفت ان اتلخبطت من ايه، لان دايما الوش المطفي ده بيلون، بياخد لون كده كانه متاكسد، فالوش اللامع هو اللي يبقى ناحيه الاكل، الوش المطفي هو اللي يبقى بره. ياكن نورة، أنا بحبك جدا ولكن لدي تعليق بسيط، أنت دايما بتقولي والنبي وهذا لا يجوز تماما يا حبيبتي. لا يجوز لما أنا أعبد النبي، بس أنا لما بقول والنبي دي كلمة تعبير مجازي لا يعني أي شيء، ما هوش حلفان ولا هو قسم ولا هو ينم عن أي شيء غير أن هو يعني حاجة في عادة المصري، لازمة كلام بالظبط، المصريين بيقولوا والنبي، ما يقصدوش بيها المعنى العميق اللي أنت قصدك عليه. المعنى العميق اللي أنت قصدك عليه طبعا حرام، ما فيش كلام، بس هو ليس في نيتنا إطلاقا، وطبعا ربنا بيبص للنوايا لا للألسنة ولا للأشكال ولا لأي حاجة تانية، فمعروف أن النية إيه من الكلمة. ناخد أسماء على التليفون. مناخيري بتاكلني يا جماعه، فقعد اعمل كده، قال يعني ايه؟ قال يعني انا قال يعني بعرف اهرش. بصي بهرش بالشياكه، بس انا عايزه امسكها اعمل كده. يا اسماء. نعم. ازيك؟ الله يخليك، عامله ايه؟ زي الفل يا حبيبه قلبي، انت اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. انا حبيت بس اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، رمضان كريم عليك يا رب، وشكرا على كلامك الجميل، اشكرك. الله اكرم، الله يخليك. نورتيني يا حبيبتي، اهلا بيكي. في ايه؟ في حاجة غريبة بتحصل. هدير عصام، حضرتك جميلة ومحترمة، تسلم يا رب كلك ذوق، وتسلم ايدك يا رب. ممكن عصاير بطرق مختلفة؟ حاضر حاضر، اوعدكم بحلقة حلقتين عصير، واحدة تقليدية واحدة مختلفة لرمضان. عمرو سيد، انا بحبك قوي يا شفسارة وبموت فيكي، عايزة اعرف منك طريقة عمل القراقيش والرقاق الطري ضروري، والنبي كل سنه وحضرتك طيبه يا قمرايه. طبعا القراقيش احنا لازم بنعملها من تحضيرات العيد، في حاجه العيد بنعمل قراقيش، والرقاق الطري حاضر هقول لك على طريقته. نزل لنا يا نور مقادير الرقاق الطري من فضلك، اشكرك. ناخد سماح على التليفون. يا سماح اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شفتار؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. انا كنت عايزه اطلب من حضرتك خدمه كده بالله عليك. اؤمريني، اتفضلي. بصي حضرتك، انا عليا بس ايجار مكسور 3 اشهر، فكنت عايزه اي حد يساعدني، ممكن؟ بياناتك مع نور، ولو في اي حاجه ممكن نعملها، مش هنتاخر على حضرتك، واهلا وسهلا بيكي، ربنا يوسع عليك يا رب ويضيق ويفك كربك يا رب ان شاء الله. دينا حسن، لو عايزه اظبط نفسي في الاسبوع ب 400 جنيه من كل طلبات البيت، اظبطها ازاي؟ 400 في 4 1600 جنيه يعني؟ انتوا كام فرد؟ لازم اعرف تفاصيل كتير.
كم فرد، لازم تاكلوا كل يوم لحوم ولا لا؟ لان لو مثلا لازم تاكلوا كل يوم لحوم استحاله، او لازم بقى نبقى كرييتيف قوي في انواع اللحوم يعني، فمحتاجه بقى التفاصيل. انتوا كم فرد؟ وقصدك طلبات البيت كلها دي قصدك ايه؟ اكل وشرب بس ولا اكل وشرب وكهرباء وغاز وميه ومنظفات؟ يعني لازم تديني كل التفاصيل دي عشان اعرف افيدك. الحياة أمل: بناتي بيحبوكي جدا وأتمنى تقولي أسمائهم على الهوى. سوما ويارا، سوما ويارا من ليبيا، حبايب قلبي، بوسة كبيرة. رضوى حسن: رضوى من سوهاج، بحبك جدا وهتعملوا لنا وصفات للسحور. إيه الإقبال الفظيع على السحور ده، ما كنتش أعرف إن ليه شعبية كبيرة كده. ده إحنا فعلا ما حدش بيلحق ياكل في الفطار، كله بيبقى إيه على قد كده. حاضر حاضر حاضر، أوعدكم يعني حلقات سحور كتيرة جدا ما دام مطلوب قوي كده. وفاء فهيم: تسلمي يا رب. وبتسألنا الحلقة معادها امتى وإعادتها امتى؟ معادها الساعة 1 كل يوم، والإعادة بتكون 8:15 بالليل، وفي إعادة تانية الفجر بس أنا مش متأكدة معادها إيه، لو تعرفي لي يا نور. رودينا الشريف: عايزين كمان وصفات لرمضان، لفطار رمضان وفطار السحور طبعا وسحور رمضان طبعا، وطريقة كيكة الشوكولاتة بالشرح. كيكة الشوكولاتة كوباية ونص من الدقيق، وكوباية ونص من السكر، وثلاث أرباع كوباية من الكاكاو الخام، وثلاث أرباع كوباية من اللبن الرايب، نص كوباية من الزيت، واثنين بيضة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج سودا، وربع معلقة صغيرة من الملح، وما تنسيش طبعا فانيليا، وثلاث أرباع كوباية مية مغلية، مية مغلية مش سخنة، مغلية. هنعمل ايه؟ هنخلط البيض مع الزيت مع اللبن الرايب مع السكر ونقلبهم كويس جدا مع بعض. هنخلط كل المكونات الجافة الباقية مع بعض، هنحط السائل على الجاف ونقلب بمضرب سلك عادي، مش لازم حتى مضرب بيض. بعد كده بنضيف الثلاث أرباع كوباية مية سخنة مغلية، نخلطها مع كل الخليط اللي احنا قلناه ده، ونصبها في صينية كيكة مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالكاكاو لو محتاج، ونخبز على درجة حرارة 180. ناخد نادية طيب فصل، كلمينا تاني. يوسف وهنا وجنى ومشالي: كل سنة وانت طيبة، انا بحب طريقتك في الكلام في اي موضوع. اشكرك يا حبيبتي، ده كله من ذوقك والله. احمد ابراهيم: وانت طيب يا رب. ابراهيم احمد: انت ذوق يا سارة، ربنا يبارك فيك وفي كل اسرتك ويبارك فيك يا ابراهيم. اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. اعتقد انه ولد صغير او ست، مش عارفة. رندا حسين: بانتظاركم. شكرا يا رندا. ناني جابر: وانت طيبة يا حبيبتي. رقم حضرتك يا مدام الصورة مش فاهمة الكومنت، لو انت قصدك عايزة رقم يعني فأكيد مش هقدر أقول رقمي على الهوا. محاسن: أبو ليلى: كل سنة وانت طيبة، وانت طيبة يا جميلة. ناخد سلمى على التليفون. يا سلمى أهلا وسهلا. قطع، كلمينا تاني يا سلمى. وعباد الرحمن: كل عام وانت بخير يا احلى شيف، وصفات اكلات مناسبه مع بعضها وتوابل. حاضر، احنا اتفقنا ان في رمضان اليوم هيبقى وجبه، فهتلاقيها طبعا لايقه مع بعضيها ومتناسقه جدا. انا جوجو حبيبتي منوره، تاني مره اقول سؤالي: ممكن تفريزات واكلات لرمضان بدون لحوم؟ احنا عملنا حلقه كامله تفريزات خضار كلها هي من غير لحوم، تقدري تطبخي بيها اي طبيخ انت عايزاه. وطبعا الاكلات اللي عملتها امبارح مثلا او اللي عملتها على مدار الاسبوع كلها ينفع تبقى نباتيه، تشيلي منها اللحوم تماما. واوعدك ان احنا كمان نركز على ده الايام الجايه. مينا ميرا مينا: كل سنه وانت طيبه يا شيف. عملت سويسرول شوكولاته اتفتت مني، ايه السبب؟ لازم اعرف عملتي ايه بالظبط، مقاديرك ايه، تكنيكك ايه، لان السويسرول وصفه حساسه. ام مصطفى البروسلي: تسلم ايدك على كل اللي بتعمليه، بس حتى الاكلات الاقتصاديه بقت مرهقه لمعظم الناس، وربنا يرزق البيوت الستر. معاكي حق تماما، حتى القرديحي بقى بيكلف، ففعلا معاكي حق، بس ربنا يوسع الجميع. وعادي يعني احنا ياما دقت على الراس طبول، وكلنا بنعدي وكل الامور بتمشي وربنا بيبارك. وما تقلقوش يا جماعه، خير خير خير، محدش بينام، محدش بيموت من الجوع، ما تقلقوش. نعم، بسبوسة على الهواء. اوكي، البسبوسة على الهواء اهي للي طلبوها. ومحمد البرنس بيطلب برضو وصفات سحور عشان ببقى مش عارفة اعمل ايه يا ست. ام مصطفى: بحبك يا احلى شيف، انا ام مصطفى. ممكن وصفات سحور عشان ببقى مش عارفة اعمل ايه، من عيني الاتنين. حاضر. عماد شوقي: انا ام مصطفى وبحب كل وصفاتك يا احلى سارة في الدنيا، وبحب حلقة السوشيال ميديا قوي، ربنا يكرمك ويحبب فيك الناس كلها كمان وكمان، اللهم امين يا حبيبة قلبي. الناس الذوق رزق والله. امبارح تعالوا ضحكوا، واحده كتبت لي على البروفايل بتاعي، مش حتى صفحه الطبخ يعني، على صفحتي انا الشخصيه، بروفايلي الشخصي تماما، كتبت لي عليه على فيديو كده انا منزلاه، شتيمه، شتمتني شتيمه صريحه يعني، مش مثلا شتيمه مداريه، لا شتيمه شتيمه.
فانا رديت عليها ما شتمتهاش ولا اي حاجه، قلت لها يا ستي من بعض ما عندكم. فعايزه اقول لكم بقى من بعض ما عندكم دي قامت رد عليا بقى بحوالي كومنت كده 17 سطر شتايم. فانتوا متخيلين ان حد بيشتم حد قاعد كده كانك قاعده في بيتك بالظبط، ما انت في بروفايلك ده كانك في بيتك قاعده في بيتك كده لا بيكي ولا عليكي، يقوم داخل عليكي واحد كسر الباب ويشتمك انت بنت معرفش ايه ويقوم طالع ويشتمك اكتر لو رديتي. فالناس وكمان بتردي وانا بشتمك وبتردي، ده انت غريبه جدا. لا وبتقول لي ايه، بتقول لي يا جيمي بتقول لي كده بالظبط، بتقول لي والله، بتقول لي اسمع اسمع، بتقول لي والله بقالك سعر وبتردي على الناس. هو مش عارفه كانت جايباني من سوق الجمعه مثلا، ضحكتني الدولار غالي اهو كان بالي كده المفروض اتشتم وما اردش كمان، اقول لها ميرسي حبيبتي ربنا يكتر خيرك، مش عارفه اقول لك ايه. ما دام اتفقوا، ما دام صافي نزوه ولا فاصل؟ ها ما دام صافي ناز ولا فاصل؟ يا مدام صافي ناز اهلا بيكي، ضحينا بالفاصل عشانك يا مدام صافي ناز. والله عشان انا نفسي اسمع صوتك. احنا اللي اتطورنا بيك، سنه جميله قوي، ربنا يخليك يا حبيبتي، بتقولي كلام حلو وبيعجبني بصراحه، ربنا يعزك يا رب ويخليك يا رب. وبعدين هقول لك على حاجه، انا يعني ست عندي 67 سنة، ربنا يديك الصحة يا رب. والحمد لله أنا يعني ربنا يعني ما أردت إن أنا أكون ليا أولاد يعني، بس بحب كل الناس يا حبيبتي، ربنا يكبر قلبك كمان وكمان ويملاه بالمحبة يا رب. بحب كل الناس وعايزة أقول لك ربنا يمسكي كمان وكمان. الله يعزك يا رب، الله يعزك يا رب، اتفضل ربنا، ربنا يخليك يا حبيبتي. وعايزة أعمل إهداء، يلا أنا عندي ولاد أخويا وكده يعني كلهم بيحبوني ما خدونيش عشر إن أنا ما ربنا ما رضيش إن أنا أكون أم. لا يا حبيبتي ده الدنيا مليانة حب أشكال وألوان، يلا قولي لهم. الله يخليك، عايزة أعمل إهداء. يا حول الله الخط قطع، معاكي رقمها يا نور؟ طب كلمينا تاني والنبي قولي الاهداء، حقك علينا. ماشي يلا بينا نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل الاجابه على اسئلتكم الجميله، فاصل صغير ومستنياكم. ورجعنا من الفاصل وما زلنا بنجاوب على اسئلتكم الجميله. عواطف الامين احمد، وانت طيبه يا حبيبتي، بتقول لنا البرنامج مفيد جدا، بنشكرك جدا يا حبيبتي وسعيدين انه بيفيدك. حنين بودي، شوف ساره انا بحبك قوي، عايزه اعرف سعر الكبه اللي في البرنامج، الكبه اللي في البرنامج اللي هي تاتش اعتقد ب 400 حاجه و80، انا لسه جايبه واحده لماما شافتها في البرنامج قالت لي هاتي لي واحده، اشتريت لها واحده كانت من محلات يعني محل من محلات الادوات المنزليه في زايد، اعتقد كانت ب 400 حاجه و80، ما كملتش 500 جنيه بس مش فاكره كام و80 بالظبط. فهي في رينج السعر ده. ام رفيف منوره دايما في اجمل الوصفات، تسلم ايدك وبحبك وبحبك جدا، شكرا يا ام رفيف. ام رودي عايزه مننا، بتعيد علينا طبعا كل سنه وانتي طيبه، وعايزه مننا مشروبات في الفطار تكون مفيده من عيني الاثنين. بس ما بتحسوش ان المشروبات على الفطار بتبوظ الدنيا خالص؟ انا لو شربت حاجه على الفطار خلاص شكرا مش بعرف اكل ابدا، يعني اشرب مثلا بعد ما افطر بشويه، لكن لو بدات الفطار بان انا اشرب حاجه خلاص انتهى مش هاكل ابدا. فببدا دايما بفضل ابدا بشوربه وسلطه عشان اعرف اكل حاجه على الاقل، وبعد كده بقى نبقى نشرب ايه المشروبات بتدي سكريات طبعا الواحد بيبقى محتاجها. لله الحمد، شوف ساره من فضلك هشتري بوتاجاز جديد تنصحيني بايه؟ والله العظيم يا جماعه والله العظيم قلت كتير قوي قوي قوي، لازم اللي يسالني على جهاز يقول لي ميزانيته، هجاوبك ازاي؟ انا اعرف ميزانيتك كام؟ لازم اعرف ميزانيتك كام علشان اقول لك احسن حاجه في حدود ميزانيتك، ما انا ممكن اقول لك حاجه ما تبقاش مناسبه ليكي خالص ولكن هي كويسه، فهستفدتي انت كده ايه؟ ما استفدتيش حاجه. فاللي يسالني يقول لي انا عايزه اشتري كذا، ميزانيتي كذا، في حدود كذا لحد كذا اقدر اساعده جدا، غير كده مش بعرف للاسف اجاوب. طيب عبد التواب، ممكن طريقه تخزين الملوخيه لو سمحتي؟ عملناها اول امبارح بالظبط، الملوخيه بنجيبها نقطفها نغسلها ونقطفها نسيبها تنشف شويه من الميه، بعد كده نحطها في الكبه مع شويه ميه سخنه مع شويه ملح مع شويه سكر ممكن من غير ملح ورشه كربونات، ونضرب كل ده مع بعضه لحد ما تبقى بالقوام اللي احنا بنحبه، ونشيلها في اكياس الفريزر تقعد صالحه معانا 6 شهور.
مطلوب مننا تاني من ريهام محمد الزقله مطالبه مننا اكلات للسحور تكون على قد الايد من عينيا الاثنين. ورده كل سنه انا ورده كل سنه وانت طيبه وبخير يا شيف. عندي سؤال، جبت فرن كهربا بيبدا من 100 وينتهي عند 250، لو عاوزه اعمل كيك تعمل على كام؟ 180 دايما اختاري 180 للكيك. وعلى على كام اول مره اشغله؟ 180 وتبقى الحراره من تحت بس. شكرا يا حنان، بتقول لي منوره نورك يا جميله. رفايده روفي، بحبك يا شيف ساره، سلميه عليه جدا، قصدها على شيف حامد، بتسلم على شيف حامد، اكيد السلام وصله حبيبتي وشكرا جزيلا بالنيابه عنه. جاد اكرام، كل سنه وانت طيبه يا ساره وانت طيبه. نوع زبده نيوزلندي في السايب طبعا، وهكتب لك نوعين كمان في السوق. هكتبها لك بس عشان مش هعرف اقول النوع على الهواء. تمام رديت عليكي. ملك وجنى، فكره جميله قوي، احنا فعلا محتاجين اكلات تكون حلوه ومش مكلفه. احنا حاولنا نعمل كده الاسبوع اللي فات وهنكمل على الطريقه دي لحد رمضان ومكملين رمضان كمان كده بلا مصاريف بلا وجع دماغ. هنحاول نكون يعني مقتصدين بقدر الامكان. طبعا هيبقى في وصفات فيها بعض الغلاء مضطرين لان في ناس بتبقى طالباها برده وانا لازم ارضيكم كلكم، ولكن في وصفات اغلبيتها هنحاول نكون ايه مبسطين الدنيا خالص. تيتا رهيبه بتقولي كل سنه وانت طيبه، وانت طيبه يا تيتا رهيبه. شاهندة محمود، السلام عليكم ورحمه الله، يا احلى شيف في الدنيا كلها، يا ريت تقولي لي ازاي ادبر نفسي في رمضان بمصروف 2000 جنيه، احنا 6 افراد مع العزايم كمان يعني فطار وسحور. بصي يا ستي، 2000 جنيه مصروف لست افراد رمضان كله، معلش ضحي بالعزايم، مش لازم نعزم. يعني ما نحملش نفسنا فوق طاقتنا يا جماعه، احنا لو ما عزمناش مش هيقولوا علينا اللي ما عزموش اهو. عادي خالص، لكن 2000 جنيه هي 2000 جنيه دي نصها عزومه، يعني عزومه واحده هتاخد نصها، اذا ما كانش اكتر كمان ده عزومه على الملموم قوي يعني. فمش هكذب عليكي واقول لك ان ينفع، لا ما ينفعش عزايم خالص، ضحي بالعزايم. وهتضحي طبعا مش لازم لحوم كل يوم، او لازم نكون اذكياء شويه في استخدام اللحوم. نحاول ان احنا نملى السفره باطباق جانبيه تكون تكلفتها اقل، وربنا يبارك ان شاء الله فيما رزق. بس يعني ايه، لا ما انصحش ابدا باي عزايم طبعا. جودي ساجدة، ونكون راحمين ببعض يا جماعة، مش لازم بقى جو على فكرة أنا عزمت فلانة وما عزمتنيش. ما افرض مش بظروفها مش سامحة، ممكن طاقتها مش سامحة، في ناس ما بتقدرش تعزم بدنيا يعني جهدها في رمضان بيبقى قليل جدا فما بتقدرش تعزم. فمش لازم نقطم بعض، لما أعزم حد أنا من النوع ده، أنا بعزم حد عشان أنا عايز أعزمه مش عشان أنا مستنية إنه يرد لي العزومة خالص. لو العمر كله ما ردليش العزومه ولا مره وانا بحب اعزمه هفضل اعزمه عادي جدا، ولا عمري هقول ده ما بيعزمنيش، ولا عمري هقول ده ما بيعملليش، ولا عمري هقول عمره ما معرفش، ماليش في الجو ده خالص. انا عايزاكم او عايزه شخص او حد او مجموعه من الاصدقاء في بيتي، يبقى انا عشان عايزاهم في بيتي وبس، بستمتع بصحبتهم، بفرح لما يكونوا موجودين، انتهت الموضوع عند كده، ولا بستنى مقابل ولا بستنى حد يرد لي عزايم ولا لوم على حد ابدا. ما تبقوش لوامين، اللوم ده طبع سيء جدا. جودي ساجده، بعتلك كذا مره مش بتردي عليا، ردي عليا، عايزه حلقه زبادي عشان رمضان. من عينيا الاثنين قلنا في اول البرنامج ان احنا هنعمل حلقه زبادي، يا ريت تنزلي على الفيس. وتسلم ايدك على مش عارفه قصدك انزل ايه بالظبط، ايه اللي عايزاني انزله لك على الفيسبوك. اولادي حبايبي عايزين طريقه بوفتيك بس من غير الدقيق والبيض عليه. ممكن تعملي له تتبيله تكون بالمستردة، والمستردة بتلزق شوية فانتي تمسكي البقسماط فيها. ده لو عايزاه من غير بيض ولا دقيق. ياسمين مصطفى، شوف سارة انتي شخصية جميلة جدا، كل سنة وحضرتك طيبة، وانتي طيبة واجمل يا حبيبة قلبي كل ذوق. فتحية شنكل من السودان متابعانا على طول، بتقول تسلم ايدك على الحاجات اللي بتعمليها، عاوزة اعرف طريقة سلطة الجزر والتومية وبشكرك. سلطة مش عارفة ايه سلطة الجزر، يعني هل ليها مواصفات معينة؟ قولي لي كده، لان في سلطات كتيرة قوي بالجزر. التومية، هتلنا يا نور التومية ننزلها على الشاشة، وطبعا كل اهل السودان منورنا طول الوقت. عزة فرح، وانا كمان بحبك اكتر، زوجي قرة عيني، وانا ربنا يخليك يا حبيبتي انت اجمل، وبحبك في الذي احببتني فيه. يلا بينا هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل اجابة على اسئلتكم، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل وهنكمل الإجابة على أسئلتكم الحبة اللي فاضلين لنا.
نينو احمد، عايزه اعرف الاقي فين مكرونه القواقع الكبيره الجامبو اللي بتتحشي عشان مش لاقياها، ويا ريت تعمليها لنا مره، ده انا عملتها كتير جدا بحبها قوي. شركه مصريه واحده فقط لا غير هي اللي بتعملها، مش هينفع اقول اسمها، بس هو يبدا بحرف الالف. بتلاقيها في علبه، ما بتلاقيهاش في كيس، بتلاقيها في علبه كرتون جنب اللازانيا والكانولوني والحاجات دي. بس انا حاولت اغش، استني صحيح هكتب لك اهو، وهي طبعا موجوده في اي سوبر ماركت، كتبت لك اسم البراند اللي بيعملها. عبد الرحمن وليد، كل سنه وحضرتك بخير، يا ريت تعملي في رمضان الفطار شامل المشروب والشوربه والحلو. حاضر من عيني. شاهين علي، بحبك جدا يا شيف، انا فاشله جدا في عمل الكنافه، بتطلع مفتفته ونشفة. ايه السبب؟ مفتفته ونشفة، سمنه قليل، يعني الكنافه بتاخد سمنه كتير جدا. لو انت عامله نص كيلو كنافه هتحط لها ربع كيلو سمنه علشان تطلع طريه كده وحلوه وماسكه نفسها. حسناء الشافعي، جاوبت عليكي. برضو آية علي بتطلب مننا المشروبات، حاضر. يا عمر سامح، بتقولي كل سنة وانا طيبة وبتحبيني قوي، ربنا يخليكي يا جميلة، كل سنة وانتي بألف خير. هدى إبراهيم، كل سنة وانتي طيبة، يا ريت تجهيزات على السوا نظرا لضيق الوقت للسيدات العاملات. احنا خزننا خضار وهنعمل، وخزننا شوية وجبات جاهزة على السوا الأسبوع اللي فات واللي قبله، وهنعمل تاني من عيني الاتنين. وردة اللوتس، شكرا يا حبيبة قلبي كلك ذوق. اسماء محمد، اولادي مش بيرضوا ياكلوا خضار وسلطه ابدا، فيا ريت لو وصفات مش يبان فيها الخضار، دخليه وسط اي كفته، وسط اي بطاطس بيوريه، وسط اي مكرونه هياكلوه، ما تخلوش مباشر قوي يعني. نوره ابو الرسول، ربنا يبارك، هي كاتبه لي حاجات لطيفه، تسلمي لي يا حبيبتي ويبارك فيكي يا رب، كلك ذوق. روز باسم، طرق عمل اكلات بطعم جديد وتكون كلها في نفس الحله سريعه وسهله، ده احنا برنامج الحله الواحده، بنعمل حاجات كتير قوي في حله واحده، واوعدك ان احنا نعمل كمان اكتر. مين معايا؟ يا مدام ناديه، اهلا وسهلا. وعليكم السلام. ازيك يا مدام ناديه، عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا مدام ساره؟ انا زي الفل يا حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. انت عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب وبالف صحه وسلامه. انا كنت عايزه اسالك على الكبه اللي انت كنت اللي هي التاتش ديت، اللي انت كنت عامله فيها الكفته. أيوة. اللي هي الرز. ايوه اللي هي 3 سكاكين. ايوه عاوزه اعرف ثمنها كام. 400 حاجه و80 جنيه لسه جايبها. 400 حاجه و80. لسه جايبها اول امبارح، فده سعرها اكيد يعني. في اي محل بتبقى موجوده ولا هي؟ انا جبتها من المرشدي انا شخصيا، اي محل ادوات منزليه هتلاقيها فيه. تاتش، اسمها تاتش. حلوة يعني؟ ممتازة، عجبتني جدا وعجبت ماما فجبت لها واحدة. ماشي، انا هجيبها بس من وشك عشان انت جميلة جدا. يا روح قلبي انا، ربنا يخليكي يا رب، تسلمي لي يا جميلة، تسلمي لي كل ذوق. كلك ذوق. شكرا يا حبيبتي. ناخد رويدة على التليفون. يا رويدة اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كله زي الفل يا رب تكوني بخير. تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا زي الفل الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. كنافه على الكنافه بالقرفه. ايه؟ الكنافه بالقرفه. كنافه بايه؟ بالقرفه؟ بالقشطه ولا بالقرفه؟ لا بالقرفه. بالقرفه، ايه الكنافه اللي بالقرفه دي؟ اول مره اسمع عنها. كنافه عليها قرفه يعني؟ هتبقى كنافه عاديه وهتحطي عليها قرفه، ما اعتقدش ان في حاجه عاديه غير كده يعني. شكرا يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا. حد بيطلب مننا الفوليه والحمصيه والسمسميه، هتلاقيهم، انا اخواتي هتلاقيهم على اليوتيوب يا حبيبتي، لان احنا دايما نعملهم وقت المولد، هتلاقيهم على اليوتيوب موجودين بالتفصيل. مولي عزام، اشكرك يا حبيبتي. كوبيبه شامي، عايزين نعملها في التفريزات ان شاء الله، اوعدك. فاتن عبد الله، شوف ساره، مع احترامي لحضرتك، ليه لما بنبعت لحد من حضراتكم ما بتتواصلوا معانا؟ يعني عامله حلقه ساعه ونص بتواصل معاكم وبتقولي لي ما بتتواصلوا معانا؟ اقول ايه بس؟ انا نفسي اتكلم مع حضرتك والشيف نونه ودكتور مروه، وبصراحه دكتور مروه خذلتني مرتين، ربنا يصلح حالها. ما هو بصي يا استاذه فاتن، انا اقول لحضرتك حاجه، بتكتبوا لنا تعليقات كلنا بنرد عليها، بمسك الموبايل اهو حلقه ساعه وربع برد عليكم كلكم والله، وانا شخصيا برد على التعليقات وبنرد على الرسائل. نعمل ايه اكتر من كده؟ بتطلبوا مننا طلبات مش منطقيه شويه يعني. مثلا انا بيجي لي اتليست كده 60 مسج في اليوم بيطلبوا رقم تليفوني، هل يعقل ان انا حدي رقم تليفوني لكل اللي بيطلبوا؟ انا هسالك سؤال،
صلي على النبي يا ستي، انت لا تعرفيني ولا اعرفك، ينفع تديني رقم تليفونك؟ اكيد لا، هتستغربي هتحسيها حاجه غريبه. فهي نفس الحاجه بالظبط، بالذات ان احنا مش قافلين على نفسنا، احنا سايبين كل الوسائل المتاحه ليكوا تتواصلوا معانا بطرق علنيه، صفحات البرامج، صفحاتنا الشخصيه، صفحاتنا احنا المهنيه. يعني انا مثلا عندك اهو صفحه البرنامج سنه اولى طبخ مع شيف ساره، عندك صفحه برنامجي انا ساره عبد السلام مكتوبه بالعربي وبالانجليزي، عندك بروفايلي الشخصي ساره عبد السلام، عندك اكونتي على الانستجرام ساره عبد السلام برضو، عندك يوتيوب، عندك تيك توك. شايفه كام بلاتفورم ممكن تتواصلي معايا عليهم؟ فليه بنختار الحاجه اللي ما تنفعش؟ الحاجه اللي ما تنفعش طبعا اني استحاله حد رقمي لكل الناس، استحاله. هعيش بقى حياتي برد على التليفون بس، صح ولا ايه؟ فانا اصلا حياتي كلها، وده مش انا بس، ده كل الشيفات، احنا حرفيا 90% من وقتنا مكرس للرد عليكم. فما بنسمحش، ما بنطلبش منكم غير 10% اللي فاضلين يبقوا لنفسنا، نلحق نشوف اللي ورانا، نشوف شغلنا، نشوف امور بيوتنا. لكن اكتر من كده كمان بتزعلوا، يعني بيزعل على بزعل قوي بصراحه لما حد يقول لنا كده بعد كل اللي بنعمله ده وكمان زعلانين وبتقولي لي ما بنردش. ما بنردش ايه بس؟ ده انا ماسكه الموبايل بقالي ساعه. ناخد ام شيماء. يا ام شيماء اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام شيماء، اهلا بيكي. عامله ايه وحسن؟ انا تمام، وانت اكتر يا حبيبه قلبي، اخبارك؟ انت عامله ايه؟ وماما انا زي الفل. إيه وماما؟ كلنا كويسين الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. أشكرك. وماما كل سنه وهي طيبه. اشكرك يا حبيبتي، تسلمي يا رب. معلش انا كنت في مأمورية في القاهره كده لمده شهر ما سمعتش الصوت. يا حبيبتي اهلا وسهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا. جابت الشيخ فاطمه والشيخ نونه والشيخ تمام. حلو جدا، حلو جدا. في الفرح واتصورت، كان نفسي نشوفك في الفرح حبيبتي. ربنا يخليكي يا رب. عليكي والله. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يديك الصحه يا رب، وكان نفسي نشوفك والله، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، بشكرك شكر جزيل. طيبه وبخير. بشكرك يا حبيبتي، بشكرك بشكرك يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. اعتقد هي بتتكلم على فرح اخت شيف محمد ابراهيم، صح؟ لان انا ما اعرفش افراح تانية، ممكن يكون قصدها كده. اهلا وسهلا بحضرتك. في بقى مسجات كتيره جدا، كلكم بتسالوا على اجهزه ومش كاتبين لي ميزانيه، مش هعرف اجاوب. بفتيك كداب، انا بحبه شخصيا، بحبه جدا كمان، هعمله قريب جدا. شاهين ده بتقولي انا ما سمعتش ردك على الكنافه اللي بتطلع مفتفته وناشفه عشان لسه فاتحه التلفزيون. انا رديت عليكي وقلت لك ان اكيد سمنتها قليله، الكنافه بتحتاج سمنه كتير، يعني لو نص كيلو كنافه هتحط لها ربع كيلو سمنه عشان تطلع مظبوطه معاكي. في طبعا كومنتات كتيره جدا جدا، هحاول بقدر الامكان ارد عليها في التعليقات. وطبعا بشكركم جدا على اهتمامكم وعلى اسئلتكم وعلى ذوقكم وعلى كل حاجه بتقولوها. ومولي خالد بتقول لنا نختم بالكومنت ده، بتقول يا ريت تتكلمي في الموضوع ده، هي قصدها على هقول لكم ايه دلوقتي، ده اهم من الاكل، الناس بقت صعبه قوي والتطاول بقى كتير، مش فاهمه ليه، يا ريت نراعي ربنا في كلامنا، رمضان مش اكل بس، خلوا بالكم من تصرفاتكم وكلامكم. هي التصرفات اصلا قبل الاكل وقبل اي حاجه. وفي مثلا شخص كده على السوشيال ميديا معين، يعني هو بيقدم محتوى كونتروفيرشل شويه، يعني الراجل ده بيتشتم كمية شتيمة لدرجة ان انا قعدت في مرة كده بص قلت هو لو يعني لو هو جبل لازم اللي بيحصل له ده هينتهي بان هو يا هيكتئب يا هينتحر يا هيحصل له حاجة من كمية الشتيمة اللي بيتشتمها بلا اي داعي ولا اي مبرر، مجرد ان هو بيقدم محتوى مش عاجب الناس. طب خلاص يا جماعه ما تشوفوهوش، يعني انا مش فاهمه ايه المنطق ان انا ابص كده الاقي فلانه عامله فيديو مش عاجبني اقوم شتماها، طب ما انا اعمل لها انفولو، ده اهم اكيد اكتر من اني اشتمها. نخلي لساننا كده، ومو من غير رمضان والله، هو من غير رمضان، يعني مش عشان داخلين على رمضان نبطل نشتم شهر، نبطل نشتم على طول، يعني احترموا الناس يا جماعه، ومش قبل الناس احترموا نفسكم، يعني اللي بيشتم بيقل من نفسه قبل اي حد. انا لما واحده بتشتمني انا بحتقرها، هي ما بحتقرش نفسي على فكره، فهي جابت قله الايمان نفسها. فما تشتموش، في فرق بين انك تنقديني او تنتقديني وانك تشتميني، في فرق بين انك تقولي لي والله في جزئيه في شغلك ما مشيتش كويس وهي 1 2 3 4 وانا شايفه ان كان المفروض تعملي كده، ده كلام اسمعه للصبح وانت على راسي من فوق، لكن في مشكله، في فرق بين انك تيجي تقولي لي ايه القرف اللي بتعمليه ده، قرف ايه بس؟ في حد يقول كده؟ في انت تقدري تقولي لحد كده؟ انت تقبلي حد يقول لك كده؟ ما اعتقدش، صح؟ فبالتالي اللي ما نقبلوش على نفسنا من فضلكم
ما نبخوش في وش الناس. بس صعبه دي؟ مش صعبه خالص. نتقي ربنا في لساننا. ويلا نختم بقى النهارده. اسبوع لذيذ، اسبوع كان جميل، وفي عيد الام واحتفلنا وكان في اكتيفيتيز وفعاليات كتيره قوي الاسبوع ده، يا رب يكون عجبكم. انا شخصيا اتبسطت جدا معاكم في اسبوع جديد من سنه اولى طبخه. هسيبكم ويك اند صغيره جدا وارجع لكم من اول الاسبوع بوصفات جديده ان شاء الله ترضيكم وتعجبكم. وبشكركم جدا على متابعتكم لينا خلال الاسبوع ده. كنت معاكم ساره عبد السلام، وهسيبكم في رعايه الله. ويك اند سعيد، اشوفكم ان شاء الله من اول الاسبوع. مع السلامه.